الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشعل الموقف النووي بوجه الناتو وبوجه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال كلمة مطولة للغاية أمام مجلس الدوما لأكثر من ساعة. استمر في كلمة جاء بها بالكثير من التفاصيل، تحدث عن الحرب، تحدث عن السياسة، تحدث عن الاقتصاد، ولكن أهم نقطة قد ذكرها هي في نهاية هذا الخطاب، وقد أعلن بأن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة نيو ستارت التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 في زمن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بهذا الشكل، وأن هذه المعاهدة أساساً هي تعتبر المعاهدة الوحيدة المتبقية بين أقوى دولتين نوويتين على الإطلاق. ما الذي يعنيه ما فعله وما تحدث عنه فلاديمير بوتين؟ فإن هذه المعاهدة هي في الأساس تلزم الدولتين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا، بالإضافة إلى ما لا يزيد عن 700 صاروخ بعيدا للمدى، وأيضا قاذفات استراتيجية يجب أن لا تزيد من نشر الصواريخ والطائرات وحتى الرؤوس النووية عن الأرقام المذكورة. الآن بتعليقه العمل بهذه المعاهدة، هذا يعني ببساطة بأننا سنزيد من ترسانتنا النووية، وأنك يا أيتها الولايات المتحدة الأمريكية لست قادرة بعد الآن على عملية التفتيش، نحن لن ننسحب من هذا الاتفاق ولكن نعلق العمل به، أي أنني لست مضطرا باتباع هذه المعاهدة. وهذا يأتي وبرر طبعا بوتين هذا الأمر بسبب أنه تحدث أن بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية كلها توجه أسلحتها النووية تجاه روسيا، وقال أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية الغرب تحديدا مع أوكرانيا يخططون لضرب المنشآت النووية. وأيضا هو قام بعملية رفع وإعلان بأن جهوزية قوات الردع النووية الروسية ارتفعت إلى أكثر من 91%، قوة مهمة للغاية. عندما يتحدث عن مثل هذه الجهوزية هي تعني الكثير. بالإضافة إلى ذلك هو تحدث بأن عادة الغرب يستخدم ويعاون أوكرانيا، وأن أوكرانيا في كل الهجمات التي قامت بها على الداخل الروسي كان الغرب خلفها، ونحن نعلم بهذا الأمر، وأن الاستمرار في إدخال الصواريخ بعيدة المدى إلى داخل أوكرانيا هذا يعني ببساطة بأننا يجب أن ندفعهم بعيدا عن الحدود الخاصة بنا، لأن هذه الصواريخ من الممكن طبعا أن تستخدم على العمق الروسي. وبالتالي تصعيد وكلام كبير في هذا الاتجاه الذي تحدثنا عنه، بل إنه أيضا تحدث عن مسألة التخلص من الدولار الأمريكي، وكان قد تحدث بأنهم يعملون على عملية ربط مصرفية مع شركائهم. على سبيل المثال شهدنا في الفترة الماضية أن هنالك توقيعا لربط مصرفي بين روسيا وبين إيران، بدأوا يعملون على هذه الأمر، وذلك من أجل إنهاء مسألة التعامل بالدولار الأمريكي، وعلى هذا الأساس يتخلصون من تأثير العقوبات الأمريكية أو العقوبات الغربية عليهم. على الرغم من كل هذا الكلام والتصريحات وغيرها، إلا أن هذا الخطاب لم يظهر في حقيقة الأمر ما إذا كنا أمام تصعيد عسكري قادم، أمام زيادة الأمر عن العملية العسكرية الحالية أو غيرها، وبدت الأمور وكأنها عادية. وانتقد بوتين من العديد من المراقبين في هذا الخطاب تحديدا، وجدوا نوعا من الضعف، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتذكر بأن بعد 3 أيام من اليوم، الجمعة القادمة، هي الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والمعلومات الاستخبارية تتحدث بأن هنالك هجوما روسيا كبيرا قادم على أوكرانيا في هذه الذكرى. بل إن أيضا تحدثت الجلوبال تايمز بأن الأوروبيين كانوا يخططون لعملية تحقيق مفاوضات مع روسيا لإنهاء هذه الحرب، ولكن أيضا تحدثت نفس الصحيفة بأن زيارة بايدن المفاجئة التي كان من المفترض أن تكون بداية إلى بولندا، لكنه ذهب يوم أمس إلى كييف وبعدها عاد اليوم إلى بولندا، غيرت من المعادلة تماما. وبدأ الأوروبيون Global Times والخبراء والاستخبارات بدأوا يرون بأن هذا سيزيد من عملية الهجوم وسيزيد من خطر روسيا تجاه أوكرانيا، وحتى أن وزارة الدفاع البيلاروسية كانت قد تحدثت أن هنالك انتشارا كبيرا للقوات الأوكرانية على الحدود معنا، وبأن هذا الأمر يعتبر تهديدا لأمننا القومي. ويجب أن نتذكر بأن هنالك أيضا قوات روسية موجودة بجانب القوات البيلاروسية، وأن هنالك دائما تحذيرات مما ممكن أن يكون قادما من بيلاروسيا
روسيا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هنالك معلومات استخبارية أيضا نشرت من قبل الاستخبارات العسكرية الهولندية الفاينانشال تايمز كانت قد تحدثت عنها. تحدثت هذه الاستخبارات عن مسألة مهمة للغاية، بأن روسيا تقوم بعملية تجسس على بحر الشمال. هذا هو بحر الشمال، هنا طبعا بريطانيا كما ترون، وهذه هي الدنمارك، وهذه هي هولندا. الاستخبارات الهولندية وهنا طبعا ألمانيا. الاستخبارات الهولندية كانت قد لاحظت بأن هنالك عملية تجسس من قبل الروس على بحر الشمال، وبأن الروس يخططون لعملية ضرب البنى التحتية الموجودة في هذا البحر مثل كيبلات الإنترنت، أو حتى لضرب نقاط متعلقة بأنابيب الغاز وغيرها من أجل زيادة الضغط طبعا على الغرب. وفي نفس الوقت وما هو مثير بأن الموقف قد اشتعل الآن بين مولدوفا وبين روسيا مع مجيء حكومة جديدة يترأسها هذا الرجل وهو دورين ريشان، هو رئيس الوزراء المولدوفي الجديد، له 4 أيام في 16 فبراير الحالي طبعا تم تنصيبه كرئيسا للوزراء في مولدوفا. الرجل تحدث مباشرة عن مولدوفا، هذه مولدوفا التي ترونها هنا وهنا أوكرانيا طبعا، وهو يتحدث عن إقليم ترانزنيسترا الغير معترف به دوليا أبدا. ترانزنيسترا تشبه مسألة إقليمي دونباس، لوغانسك ودانيتسك تحديدا، وهذه طبعا هي واحدة من المناطق التي صمدت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهنالك موالين لروسيا طبعا كما هو الحال مع إقليمي دونباس. الحديث من هذا الرئيس تحديدا، من رئيس الوزراء الجديد، قال بأنه يجب عملية نزع السلاح من هؤلاء الموجودين الانفصاليين في ترانزنيسترا، وأيضا يجب أن نقوم بعملية طرد القوات الروسية الموجودة في ترانزنيسترا. وهنالك أهدافا مهمة جدا، ولماذا هو تحدث بهذه الطريقة وصعد بهذا الأسلوب؟ لأن مولدوفا بدأت ترى بأن هنالك تهديدا على الأمن القومي المولدوفي، وهذا يأتي بعد تصريحات قد شهدوها من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنفسه، كان قد تحدث بشكل واضح بأن الغرب يريد استخدام مولدوفا وجعلها كأوكرانيا جديدة في شرق أوروبا. في نفس الوقت كانت هنالك مشاركة لمعلومات استخبارية بين أوكرانيا وبين مولدوفا بأن روسيا تريد استغلال الموقف الموجود في مولدوفا، وهو طبعا ظروف صعبة اقتصادية يمر بها البلد، من أجل تحقيق نوع من الانقلاب، وانقلاب كبير من أجل جعلها الحكومة المولدوفية أن تصبح حكومة موالية لروسيا، مما يعطي قوة أكبر طبعا للقوات الروسية المتواجدة هنا مع من هم متواجدين من الانفصاليين في ترانزنيسترا، وهذا يفتح الباب لتوسيع الحدود على حلف الناتو بشكل مباشر، ويعطي قوة أيضا على أوكرانيا. أوكرانيا ستصبح تحت الضغط من بيلاروسيا، من مولدوفا، وأيضا كما نعلم من روسيا مباشرة. وأيضا كان هنالك تصريحات مهمة للغاية قادمة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي تحدث حتى في مؤتمر ميونخ بأن هنالك خطرا كبيرا قادما على مولدوفا، وبأن روسيا الآن تخطط لعملية خنق مولدوفا بشكل أكبر. وطبعا هم لاحظوا أن الأمن القومي في خطر أساسا مما يجري على الأرض من التقدم الروسي. عندما بدأت روسيا العملية العسكرية كانت قد تقدمت من شبه جزيرة القرم وسيطرت على خيرسون وتقدمت إلى هذه المنطقة التي ترونها ألا وهي ميكولايف، لم تتمكن من السيطرة عليها، ولكن في نفس الوقت وعند التقدم إلى ميكولايف هي كانت تهاجم عبر المياه ومياه البحر الأسود الذي ترونه هنا، كانوا يقومون بهجمات برمائية، هجمات صاروخية على أوديسا، وبالتالي كان الهدف واضحا، نسيطر على أوديسا لكي نبني طريقا بريا بحريا مباشرة إلى ترانزنيسترا لكي نقلب الأمور الموجودة في مولدوفا، نسيطر على شمال البحر الأسود، الناتو لن يتمكن من القيام بالكثير، وبالتالي تصبح هذه قوة خاصة بنا. وأيضا بعد وطبعا كانت الخطة أيضا جزء منها هي السيطرة وإسقاط الحكومة الأوكرانية، وبالتالي تصبح ويصبح النفوذ بهذا الشكل للقوات الروسية. وعلى هذا الأساس وجدوا في ترانزنيسترا مع الضربات التي أو عفوا في مولدوفا وجدوا بأن الضربات الروسية المستمرة
على أوكرانيا، على محطات الطاقة والبنى التحتية أثرت على الكهرباء الخاصة بهم. أيضا لاحظوا أن الضربات الصاروخية التي تأتي من البحار من قبل روسيا على مناطق تأتي مثلا على لفيف وغيرها قد سقطت في 4 مناسبات في أكتوبر الماضي، في ديسمبر، في يناير، في فبراير، أشلاء الصواريخ تسقط على مولدوفا. بالتالي بدأوا يشعرون بالخطر، وبما أن لم يكن هنالك شيئا قد تحقق بالنسبة للقوات الروسية وكل ما تحدث عنه لم يتمكنوا من شيء، بل إنهم تراجعوا خلف نهر الدنيبر وحتى خيرسون غير قادرين عليها. وبما أن القوات الروسية مستمرة في هذه الحرب، دعونا ننهي مسألة القوات الروسية، نطردها من هنا. فهنالك 1500 عنصر من عناصر القوات الروسية و6500 من عناصر ترانزنيسترا من القوات الانفصالية الموجودة هناك بحسب الإحصائيات الرسمية قد نشرت في أكتوبر من العام الماضي. بالتالي دعونا ننهي هذا النفوذ ونحاول أن ندافع عن أمننا القومي، وهم يعلمون تماما أن روسيا لن تتمكن من الهجوم بريا، وأساسا لو حاولت الهجوم بالصواريخ على سبيل المثال للدفاع عن الانفصاليين في ترانزنيسترا فإن هذه الصواريخ ممكن أن تسقط على رومانيا، ورومانيا طبعا جزءا من حلف الناتو كما نعلم، وهذا يعني تفعيل المادة 5 من ميثاق حلف الشمال الأطلسي، ويعني اشتعال الحرب مع الناتو مباشرة، وأساسا سيتحصلون على دعم من الغرب، وهم يعلمون هذا الأمر تماما، وهذا بالضبط ما تريده مولدوفا للخلاص من المشاكل الخاصة التي ممكن أن تكون حاضرة من مثل هذه الهجمات. وكان هنالك خبيرا الشهر الماضي وهو بيتر زاين كان قد تحدث بأن للغرب أيضا مخاوف مما ممكن أن يكون قادما أساسا، ليست المسألة فقط في مولدوفا، تحدث بأن لو روسيا تمكنت فعلا من السيطرة على كييف وإنهاء النظام الموجود هنا فإن الغرب يعلم تماما بأن الحرب القادمة ستكون مع بولندا بشكل مباشر، وبولندا أساسا هي من ضمن حلف الناتو، وهذا يعني بأن سيكون هنالك صراعا مباشرا بين الناتو وبين روسيا، وروسيا عندما تجد نفسها متراجعة غير قادرة عسكريا ستقوم بعملية تفعيل الهجمات النووية وستبدأ الحرب النووية. على هذا الأساس تعلم تماما مولدوفا ويعلم الغرب بأكمله بأننا يجب أن ندعم دائما وأبدا، أن ندعم أوكرانيا وأن ندعم مولدوفا وأن تصبح كالوسادة لكي تمنع أي حرب عالمية نووية ثالثة ممكن أن تحدث. ولكن في نفس الوقت رغم هذا الدعم الذي نراه الغربي إلا أن كانت هنالك زيارة الشهر الماضي تحدثت وكشفت عنها بوليتيكو تحديدا لهذا الرجل ويليام بيرنز وهو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA كان قد تحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال له بأن عليك التقدم على أرض المعركة، ندعمك كثيرا نعم، ولكن عليك التقدم على أرض المعركة لأن حجم الدعم العسكري قد يبدأ بالتراجع إن استمريت في التراجع. وهنا المشكلة بالنسبة لأوكرانيا، رغم كل الدعم هنالك تراجع في جميع الجبهات التي ترونها، وفي دانييتسك على سبيل المثال لديهم مشكلة حقيقية الأوكرانيين باتجاه سفرسك، باتجاه باخموت، وباتجاه فوغلادار. فعلى سبيل المثال إذا ما اتجهنا إلى المنطقة التي هي يصمت فيها الأوكرانيين يحققون شيئا الأوكرانيين وهي فوغلادار، هذه هي أفضل منطقة بالنسبة للأوكرانيين. الآن بالتوقف هنا بهذا الاتجاه ودعونا ناخذ صورة أوضح نوعا ما لهذه الأرض وأرض المعركة. طبعا القوات الروسية هي تسيطر على بافليفكا، تسيطر على مايكليسكا التي ترونها، والقوات الأوكرانية طبعا لا زالت صامدة في فوغلادار وتسيطر على هذه المنطقة وحتى المناطق البعيدة. الذي جرى طبعا القوات الروسية وصلت إلى هذا الطريق، قطعت الطرق تماما على فوغلادار وبدأت تتقدم بشكل مثير في الفترة الماضية بعد أن عجزت عن التقدم، والدفاعات الأوكرانية حاضرة بقوة كبيرة، بدأوا يحاولون من عملية التقدم بهذا الاتجاه باتجاه هذه المدن لإيقاف عملية الدعم، خنق هذه المدينة، محاولة دفع الأوكرانيين لكي ينسحبوا مع خنق المدن كما يفعلون مثلا في جبهة باخموت، ولكن القوات الأوكرانية كانت حاضرة ودفعت هذه القوات طبعا وأنهت عملية التقدم وتمكنت من الوصول إلى هذا الاتجاه وعززت مواقعها. هذه أفضل نتيجة الآن
القوات الأوكرانية تحققها هو الدفاع الفعال أو الدفاع الناجح. أيضا إذا تتجه إلى باخموت على سبيل المثال كأفضل نتيجة الآن تحققها أوكرانيا هي مسألة الصمود. لنتجه مباشرة إلى باخموت وسنقف هنا مثلا على سبيل المثال في هذه الصورة الواضحة بالنسبة للأوكرانيين. أعلم تماما بأنهم لا زالوا حاضرين ومسيطرين على باخموت هنا بهذا الاتجاه. قوات الروسية طبعا تطوق هذه المنطقة تستمر في عملية خنقها والقوات طبعا الأوكرانية في موقف لا يحسدون عليه، ولكن مسألة صمودهم مهمة هنا لأنهم لسبب ما إن اتخذوا قرارا وانسحبوا من هذه المنطقة على سبيل المثال فهي لن تكون خسارة استراتيجية. مثلا انسحبوا إلى تشازفيار التي نتحدث عنها وسيطر عليها طبعا الروس، هي لن تكون خسارة استراتيجية ولكنها ستكون خسارة لوجستية نوعا ما للقوات الروسية التي ستسيطر على الكثير من هذه المناطق. فلوجستيا ستخدم هذه المنطقة القوات الروسية في عملية تخزين السلاح وغيرها ما تساعد للهجوم على تشازفيار، فتح هجوم على كوستانتينيفكا، وكذلك هنالك طريق أيضا يرتبط مباشرة إلى سلوفيانسك التي ترونها هنا. أيضا إذا ما ذهبنا إلى سيفريسك على سبيل المثال، لاحظ أن الأوكرانيين مسألة صمود هي ليست مسألة تقدم. هذا هو الأمر الذي يحذر منه ويليام بيرنز، وحذر منه طبعا وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من هذه المسألة. بالنسبة للروس الآن هم يضغطون، في الفترة الماضية ضغطوا على روزداليفكا ولكن الأوكرانيين تمكنوا من تحقيق دفاع ناجح في هذه المنطقة، إلا أن الروس التفوا عليهم طبعا وبدأوا يقومون بالهجوم من هذه المنطقة وهي بيلوغاريفكا، وبدأوا يضغطون على فايامكا ومن أجل عملية قطع هذا الطريق ومحاصرة القوات الأوكرانية مرة أخرى وجعلها في موقف بأنها مضطرة للعودة إلى سيفريسك. وبالتالي هنالك الكثير من الالتفافات، هنالك الكثير من المواقع الصعبة التي تتواجد فيها أوكرانيا أو تقوم بها أوكرانيا في خلق الخطوط الدفاعية، وعلى هذا الأساس الموقف ليس سهلا. هم بحاجة للتقدم، هل سيتوقف الدعم؟ الأمر ليس واضحا بحسب الخبراء، ولكن إلى أين ستصل الأمور؟ هذا هو السؤال الذي سنبحث عن إجابته اليوم.